جمال سلطان، الكرة تلفوني لحسين صالح، افتح اللعب إلى علي رزق مع انطلاق الجهة اليسرى في منتصف ملعب دار نص. علي رزق يفتح اللعب لمن؟ تكون أقرب للدفاع وتصبح خارج الملعب. تمشي لها الكرة لمصلحة شيريش بيسد، الكرة واو خطيرة خطيرة وحلوة والله، رائع رائع الدرنيسي. علي دخيل تمشي لها الكرة، علي دخيل يلعب كرة، مالك الحاسي في منتصف الملعب، الحاسي يتقدم، الحاسي يلعب كورته لمن؟ كورة الحاسي، كورة الحاسي بشكل طيب الآن اتجاه الحاسي العروسي، ممكن علي رزق والتسديد، لا يا علي كان يفعلها علي رزق، كان يحرز هدف التقدم لفريق الصداقة. تمشي كورة، هناك المتابعة من العبار، تطول على محمد صلاح لتصبح شمالان في اتجاه وانطلاقة محمد الشريف. الشريف ما زال يحتفظ الكورة، يرجع الكرة لعلي رزق، علي في منتصف الملعب إلى الفوم مادو، يفتح اللعب بشكل طيب خطير للملك الحاسي، ولكن تعود من دفاع فريق دار نص. يتحصل على الكرة لمن يا مصعب؟ إلى محمد صلاح، خذوا هات للكرات لمصلحة فريق دار نص، وهذا أشار حلويدة، لا وجود مخالفة، بل أعطى الصافرة ومخالفة الآن لمصلحة محمد صلاح. إذا كرة لمصلحة ألف مامادو إلى العروسي للتايب، يخطي يتحصل عليها شاهين، يا شاهين يتحصل على الكرة، شاهين لمن؟ كرة شاهين لمن؟ كرة شاهين، ولكن قريبة. عروسي بالراس إلى مالك الحاسي يتحصل على الكرة، لا الدفاع أقرب في المتابعة لخليل بوحلالة، تصل الآن إلى محمد الكوري، محمد صلاح أو شاهين. أني محافظ على نظافة شباكة حتى الآن، بينما الصداقة سجل هدف واستقبل ثلاثة أهداف. الكرة تمشي مباشرة إلى شباك فريق الصداقة الحاسي، ولكن تعود إلى الكوري، الكوري محمد صلاح اتجاه جونيور، محمد صلاح لعها أكثر من لاعب، ماذا شرى سيدي الحكم؟ بالفعل مخالفة، مخالفة، تدخل كان قوي، والبطاقة الصفراء في إذا كرة تلعب من علي دخيل في اتجاه رؤوس المهاجمين، خطيرة وباشا سيد الحكم، مرت بسلام، مرت بسلام، كنت أنتظر يصافر يتحكم اللقاء ولكن مرت بسلام. لا يراوغ، لا ويسدد الجميل، ولكن كرة الجميل سهلة عند الحارس جمال سلطان، والله رايح في التسديد. في المقابل نجد براعة والتألق الحارس جمال سلطان في اتجاه العبار، العبار ممكن يرفع كرة ويمر الكرة إلى علي رزق، علي يرسل كرة عرضية اتجاه رؤوس المهاجمين، هل تقرب الحاسي؟ هل يتحصل الحاسي على الكرة تطول لتصبح خارج الملعب؟ ريح اللي كان يفعلها، اللي كان يفعلها الأنيق والأنيق الآخر ويس سويح، لكن مرت بسلام من خارج أرضية الملعب، تصبح ركلة مرمى لفريق الصداقة. علي الفوني يرسل كرة تمشي لها، تعود لمصلحة فريق الدرنس إلى ويس، ويس يفعلها، هدف هدف أول لفريق دارنس، يتمكن يفعلها الأنيق، يفعلها ويس ويسجل أول أهداف الأنيق، هدف أول لفريق دارنس. الشوط الثاني ويس سويح، والله ويس ما رحمش فريق الصداقة، لاعب كرة تسديدة يعني هزت الشباك، تمشي الآن لمصلحة فريق الصداقة، لاعب كرة خطيرة، أي شريف، أي شريف، آه ضاع هدف وحقق محمد الشريف، كان يضربهم. إذا في انتظار تنفيذ المخالفة، تلعب كرة بشرط اتجاه رؤوس المهاجمين، لكن تعود بالرأس من دفاع فريق الصداقة، تمشي للمخلص الماجري، مخلص الماجري مع الكرة، ولكن هناك متابعة من أكثر من لاعب، حكم اللقاء أشار لمخالفة، المساعد الأول مخلص المجري ويس سويح،
اويس في التنفيذ يلعب كرة باتجاه الوسط جميل. هدف 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 هدف، ثاني هدف لنيق، ثاني هدف لنيق، اذا ثاني هدف حسام عبد المجيد يفعله ويرهل ثاني هدف درس. ضربة راسية لا تصد ولا ترد يا حسام عبد المجيد. طيب وربيع تمشي لون خطيرة التسديد، واو خطيرة الكرة الصفراوية، خطيرة الصداقة اللي كان يفعلها وكان يسجل هدف تضليل الفارق. حلوة بالصداقة. ونحن ندخل في 35 دقيقة من شوط اللقاء الثاني، والنتيجة لا زالت متقدم فريق الدارلوس بهدف اويس السويح والهدف الجميل لحسام عبد المجيد بالراس. تمشي لان خطيرة للكوري، الكوري الكوري افعل انا ماذا شرع كمريقة، ركلة جزاء، ركلة جزاء لمصلحة فريق دارلوس وبطاقة صفراء للحارس جمال سلطان. اذا ركلة جزاء هو مخلص المجري، ها سيفعل مخلص المجري ويحرز اول هدف مع الانيق في هذه في لقاء اليوم. وهدف هدف ثالث لمصلحه فريق دارنس، ثالث الاهداف لمصلحه فريق دارنس في الدقيقه 36 36. مخلص المجري يحرز اول اهداف مع الانيق والثالث الاهداف لمصلحه فريق دارنس. نتيجه كبيره بعد ان سجل الثلاثه، بعد ان ضرب الصداقه بثلاثه اليوم اكيد حيستقبل بأجيل. تمشي الان كره سريعه لويس سويح، لويس اويس الفنان ممكن يفعلها، اوه هي لويس، لكن الان كره لربيع الحمري. ربيع تمشي الان يجي مع العباس يلعب كره ممكن لفريق الصداقه، ولكن الدفاع في الموعد، الدفاع في الموعد، لكن خطير الان لربيع، ربيع الحمري، ربيع الحمري مع اكثر من لاعب يلف له، ولكن المتابعه من علي دخيل. ثمينة سيصل للانيق الى النقطه رقم 8، وبالفعل احرويدة على انتهاء اللقاء بتقدم فريق دارنوس على فريق الصداقه.